فأتي مهسا أميني لدى احتجازها على يد قوات شرطة الأداب. معنا من لندن باباك إماميان الباحث والمختص في الشأن الإيراني. مرحبا بك سيد باباك. كيف تعاملت السلطات الإيرانية مع إضراب عمال النفط؟ Well, allow me to start with saying that the oil and gas industry in Iran. أولاً اسمح لي أن أبدأ بأن أقول بأن قطاع النفط والغاز في إيران قطاع متجه نحو الموت أو الانحلال. وزير النفط قال مؤخراً أنه ما لم يجري استثمار أو ضخ 200 مليار دولار فإن إيران لن تتمكن من استخراج النفط أو الغاز في خلال السنوات العشر المقبلة. هذا إذن المسبب الأول. السبب الثاني هو أن الكثير من الوظائف في قطاع النفط والغاز تم تعهيدها أو الاستعانة بمصادر خارجية لأدائها، وبالتالي بفعل ذلك يتم تخفيض التكلفة ولا يكون هناك حركة عمالية منتظمة ضمن نقابات عمالية في هذا القطاع. هؤلاء العمال يتلقون مرتبا منخفضا للغاية. الشركات لا تدر الأرباح والأموال الناجمة عن تصدير النفط والغاز عوض أن يستفيد منها العمال أو الاستثمار تتجه إلى جيوب العناصر في النظام. طيب، يعني الآن إضراب لعمال النفط، هل يمكن لهذه الإضرابات التوسع لتشمل نقابات ومهن أخرى حساسة في إيران؟ شكرا على طرحك لهذا السؤال. هناك تياران الآن في إيران. أولا الحركة العمالية، وهذه الحركة العمالية مردها إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران حاليا. هناك معدلات أو خط الفقر في إيران ارتفع من 10 دولارات في اليوم الواحد إلى 15 دولارا في اليوم الواحد بسبب التضخم، وبالتالي إذا كنت تجني يوميا أقل من 15 دولارا في اليوم الواحد فأنت فقير بالتالي في إيران. هناك عمال أكثر وأكثر تحت خط الفقر هذا، وليس لدى الحكومة أي حلول. الحل الوحيد هو القمع. أما الحركة الثانية فهي حركة شبابية تطالب بالحرية، وفي إيران الآن بخلاف دول أخرى الاقتصاد سيء وهناك انعدام للحريات. أقله في دول أخرى هناك أوضاع اقتصادية صعبة، ولكن أقله الناس ينعمون بالحرية. في إيران الوضع الاقتصادي صعب والحريات والأساسية منعدمة، حقوق الإنسان الأساسية تكاد تكون غير موجودة. شكرا جزيلا لك من لندن باباك إماميان الباحث والمختص في الشأن الإيراني.